هذا يسأل يقول هل يشترط لمن يمس القرآن الطهارة؟ يا أخي هذا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا حديث عمرو بن حزم وهو حديث صحيح عند أهل العلم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. نعم.